حصاد وفير للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة وتوقيع 9 اتفاقات تعاون بين الجانبين. جولة عربية لوزير الخارجية تحمله إلى 6 دول لبحث التحديات الإقليمية. واتفاق واشنطن وموسكو حول سوريا بادرة أمل لمستقبل العملية السياسية. حصاد إخباري جديد يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه الخدمة الإخبارية. وكما هو الحصاد فكذلك هناك حصاد وفير لختام أعمال الدورة 16 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، فتوقيع 9 اتفاقيات تعاون في مجالات عدة وفتح قنوات اتصال جديدة والتباحث حول ملفات إقليمية ساخنة، كلها أبواب تقود لتعميق شراكة استراتيجية حيوية بين بلدين. بالطبع، وإلى أفاق أرحب دفعت أعمال اللجنة المشتركة العلاقات بين الجانبين، حيث أكد على أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق والتشاور في مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. نتابع. تشابه كبير في التحديات التنموية التي تواجهها كل من مصر وتونس في إطار سعيهما للإصلاح الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس 223 مليون دولار في عام 2016 بواقع 173 مليون صادرات مصرية و50 مليون دولار واردات. الدورة 16 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة اختتمت أعمالها برئاسة رئيسي وزراء البلدين وبحضور عدد من وزراء البلدين. وأعرب رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن أمله أن تسفر نتائج اللجنة وتوصياتها عن آليات جديدة تعمل على دعم حركة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين. احنا بنسعى من خلال هذه اللجنة إلى رفع يعني مستوى التعاون والتنسيق بيننا وبين تونس إلى مستويات أعلى مما هي عليه في إطار العلاقات المتميزة مع تونس الشقيقة. 10 اتفاقات توجت أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث وقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، مذكرة تفاهم للتعاون بين الموانئ البحرية والتجارية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، مذكرة تفاهم في مجال المعارض والأسواق الدولية، مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة لعامي 2018 و2019، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاستثمار والتعاون الدولي، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والدوائي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات البيطرية. مشاغل واهتمامات مشتركة تزيد من رغبة البلدين في توسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية، حيث تحتل تونس المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ نحو 36 مليون دولار، لتأتي نتائج أعمال اللجنة المشتركة لتؤكد على مضي البلدين في دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب. ولمتابعة هذه الأفاق الرحبة والأرحب تنضم إلي مباشرة دكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشؤون الإفريقية. دكتورة هبة أهلا بك ومرحبا. يعني
ختام أعمال الدورة 16 للجنة العليا المصرية التونسية، عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كان هناك عدد كبير أيضا من مجالات التعاون. الأفاق الفعلية التي يمكن أن تكون متاحة للعمل المصري التونسي المشترك. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا هي تونس بتمثل في المرحلة الحالية أهمية بالغة بالنسبة لمصر. خلينا نقول ان مصر بتتوجه حاليا توجه مختلف تجاه القارة الافريقية، في تعاونات على مستويات مختلفة بدأت مصر تستحدثها، ما كانتش هذه المجالات مطروقة بصورة او باخرى. وعايزين نقول ان تونس احدى الدول المشتركة مع مصر في حدود مع ليبيا، وانها من الدول المشتركة مع مصر في مواجهة ما يعرف بسيولة الحركة في الدولة الليبية وعدم وجود دولة مركزية، وأن مصر تنسق على مستويات يعني فعالة ومستويات فاعلة في المجتمع الإقليمي الإفريقي لمواجهة ما يحدث في الدولة الليبية. ده مبدئيا أو ده الأساس اللي أنا بحلل عليه توجه مصر تحديدا إلى دول ما يسمى بالغرب الإفريقي. ناهيك طبعا عن الاستثمارات اللي حضرتك ذكرتها واللي ذكرت في التقرير، هذه الاستثمارات ليست جديدة، يعني هناك تفعيل للتعاونات المصرية التونسية الاقتصادية، اللجنة تقوم بعملها منذ 16 عام، هناك اجتماع دوري كل عام، يعني هذه التعاونات هي قائمة في حقيقة الأمر. لكن خليني أقول هناك نظرة أخرى وهناك تحليل سياسي قد يخصني أنا كمحللة للعلوم السياسية والوضع الاستراتيجي المصري في المنطقة حاليا. مصر تقوم بدور فاعل، مصر تقوم بدور قوي، مصر تستحدث مجالات لم تكن موجودة من قبل في القارة الإفريقية، هناك تعاونات على المستوى العسكري لم تكن مصر تقوم بهذه التعاونات من قبل، يعني احنا شفنا التعاون المصري الصومالي، مصر تعاون الصومال في ايجاد جيش وطني لدولة الصومال، مصر تعاون الجابون شاد في سد الحدود على الارهابيين وعدم السماح لهم يعني اتخاذ هذه الاراضي الافريقية مرتع يعني داعش والجبهات التي نسمع عنها كل يوم. فهذه الوظيفة في تحديد يعني تحديدا التي تقوم بها مصر حاليا يعني بظن أنها الوظيفة الأقوى والأهم والأكثر تماس مع الدولة التونسية. مصر، تونس، تشاد، الجابون، كل دولة تحد الدولة الليبية لابد وأن تضلع بدورها في اللحظة الآنية، لابد وأن تقوم بكل المهام المكلة إليها لصد هجمات الإرهابيين. الدولة الوحيدة يعني المضارة في هذا الأمر هي مصر، نحن ندفع الثمن يعني غاليا من دماء أبنائنا. لابد وأن يكون هناك تنسيق عالي المستوى لتبادل المعلومات وتبادل الخبرات. عايزين نقول أن هناك مجالات أخرى لم يطرقها التقرير، منها طبعا مشكلة مواجهة التصحر بالنسبة لدول شمال إفريقيا، هذه مشكلة حقيقية تعاني منها الدول الإفريقية وبالطبع مصر. طبعا تونس لها يعني خبرة في هذا المجال، قامت بمعالجة ما يقال عنه التصحر في تونس، مصر لديها خبرة في مواجهة الإرهاب، يعني أظن أن هناك يعني تعاون في مجالات جديدة سوف تستحدث في هذا الإطار تحديدا، وليس فقط التعاون على المستوى الاقتصادي. أنا أرشح جدا التعاون على المستوى الأمني، الاستثمار العسكري، وهذا ما ننادي به نقل الخبرات المصرية، نقل يعني التعاونات في مجالات التدريب، في مجالات نقل الخبرة، الاستخدامات العسكرية، يعني أظن كل هذه الشؤون وكل هذا الأمر سيتم نقله إلى الخبرة التونسية، وبالعكس ستقوم تونس بنقل خبرات زي ما قلت في مجال مواجهة التصحر، مجال الزراعات فيما يخص زراعات الزيوت، مواد التجميل، كل هذه الأمور تونس لها خبرة فيها. فأظن يعني أن اللجنة تقوم بدور حقيقي، ولكن أنا بتصور أن التنسيق على مستوى رئاسي وعلى مستوى أمني رفيع جدا هو اللي مستهدف في الفترة القادمة. طيب دكتورة هبة، أحاول أيضا أن أكون مستقرئا أكثر لواقع الأمور، يعني تونس ربما هي تحتل الدولة رقم في الترتيب 56 في الاستثمارات في مصر، لا أعتقد أنه أفاق التعاون الاستثماري ستكون كبيرة للغاية، بل جذب الاستثمارات إلى كلا البلدين سيكون هدفا أسمى. يمكن إذا حدث التعاون بين البلدين مع أطراف ثالثة
تجاه القارة الإفريقية، تجاه القارة الأوروبية، تجاه أطراف أخرى، وربما هناك عدد من الأنشطة التي يمكن أن تكون مشتركة بين البلدين، ومن أهم موقع من خلال هذه الاتفاقات إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين. أعتقد أن هناك أفاق مع الآخرين كثيرة يمكن أن نتحدث عنها، والتنسيق يأتي بين البلدين على قمة هذه الأولويات. ماذا يمكن أن ينضوي في هذا الإطار؟ طبعا يعني بتصور ان اطار التعاون المصري التونسي سياتي في اطار تعاون يعني البحر المتوسط او اطار تعاون المتوسطي، يعني دول جنوب المتوسط بتصور ان هي يعني بتمثل تكتل حاليا على مستوى العالم، ويعني مفهوم سياسي لمنطقه جنوب المتوسط هيكون هناك تعاون بين مصر وتونس في خلال الملاحه في البحر المتوسط. يعني هذه الفكره هي فكره ملحة وأصبحت فكرة يعني تتيح لكلا الدولتين أن تستخدم مياهها الإقليمية ويكون هناك تعاون ملاحي زي ما حضرتك ما ذكرت، ولكن ده يعني على المدى الطويل هياخد طبعا وقت في ترسيم كل دولة ترسم حدودها الملاحية وتؤمن حدودها، لأن واضح أن فكرة التعاون الملاحي تخفي وراءها يعني فكر آخر وهو تأمين الحدود الملاحية والحدود المائية لكل دولة حتى لا يصبح المتوسط مرتع للهجرات غير الشرعية، مرتع لهجرات الجماعات المسلحة. يعني بظن أن هذا التعاون يخفي وراءه يعني مدى أكبر أو هدف أكبر لكلتا الدولتين، وفي الفترة القادمة طبعا هتتضح كل هذه الأمور، ولكن أنا بأؤكد مرة أخرى على أن التعاون الاستراتيجي الأمني لأمن إفريقيا وأمن شمال إفريقيا وجنوب المتوسط، هذه المنطقة الإقليمية تحديدا تحتاج لتعاونات كثيرة، تحتاج لتعاون شمال المتوسط ودول جنوب أوروبا، تحتاج لدعم من دول العالم، تحتاج لدعم المنظمات الدولية. مفهوم الأورو متوسطي لابد وأن يكون هذا المفهوم يعني متداول في دول البحر المتوسط حتى تسعى كل دولة بصورة أو بأخرى لتأمين حدودها. مصر لها قاعدة بحرية قرب المتوسط في منطقة العلمين وهي قاعدة محمد نجيب، أكرر مرة أخرى هذا الأمر سيكون مفيد لكل الجبهة الشرقية في منطقة إفريقيا ودول المغرب العربي. هذه القاعدة العسكرية بتمثل صمام أمان للدول الإفريقية، لابد أن تستثمر أو يستثمر فيها بالصورة العادلة والمحقة يعني للدولة المصرية بأنها قامت بهذا الإنجاز الإنساني وأنشأت هذا الصمام للأمان لكل الدول الإفريقية. فأنا بتصور أن هدف التعاون الملاحي يخفي وراءه هدف آخر وهو تأمين الحدود الملاحية لكلا الدولتين، وهنشوف يعني إن شاء الله ده يكون في المستقبل القريب. طيب تبقى المعضلة الليبية في المنتصف، يعني أمن ليبيا يرتبط كثيرا بأمن دولتين المجاورتين تونس ومصر من الشرق ومن الغرب، هل تعتقدين أنه ثمة توافق يجري حاليا لإقرار الأمور في ليبيا؟ لأنه أعتقد الأضرار كبيرة للغاية على الجميع إذا لم تستقر الأمور في الداخل الليبي. قطعا قطعا يا فندم، الأضرار خطيرة والدولة المصرية تدفع الثمن طول الوقت، مصر هي الدولة المدارة، ففكرة التنسيق على مستويات أمنية عالية ده أصبح ضرورة ملحة. يعني إحنا مش بنعمل حاجة مثلا للمستقبل، لا، هذا أصبح أمر واقع، هذا أصبح أمر ملح أن تنسق الدولة المصرية بصورة عالية المستوى ورفيعة المستوى، قد تصل حد رئيس الجمهورية وحد الأمن الداخلي المصري والقوات العسكرية المصرية تتدخل والمخابرات والأمن وكل أجهزة تبادل المعلومات. لابد أن يكون هناك تنسيق بين الدولتين يعني لرأب الصدع الذي حدث في الدولة الليبية ولإيقاف الدولة الليبية مرة أخرى على قدميها وإعادة مفهوم الدولة المركزية ومساعدة القوات الليبية باستخدام سلاح، باستخدام قوات للتدريب. يعني إقامة الدولة الليبية أصبح هدف أمني وهدف قومي مشترك وهدف يعني إنساني بالنسبة لدول الجوار لليبيا، لأن ليبيا أصبحت مصدر للإرهاب، أصبحت دولة تصدر العنف، تصدر القتل للدول الجوار، ففكرة الوقف أصبح يعني حاجة إنسانية ملحة، وأنا بتصور أن في الفترة القادمة هيتم التنسيق بصورة أكثر إيضاحا للجميع. يعني أكيد هذا في شكل مذكرة، في شكل تعاون مشترك، في يعني هذا ما ينتظر. يعني
وهذا ما يجب أن يفعل وفورا. شكرا جزيلا لمشاركتك لنا في أول ملفات حصادنا هذه الليلة دكتورة هبة البشبيشي خبيرة الشؤون الإفريقية، شكرا لك. وإذا مشاهدينا الكرام، حصد الليلة ما يزال فيه المزيد، ولكن بعد قليل جولة عربية لوزير الخارجية تحمله إلى 6 دول لبحث التحديات الإقليمية.